بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على بركة الله نستأنف الدروس العلمية ضمن البرنامج العلمي بالمسجد الحرام الذي تعده وتشرف عليه رئاسة الشؤون الدينية في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، فجزى الله العاملين في ذلك خير الجزاء، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا طيبا وشفاء من كل داء وتوفيقا لخيري الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. في هذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر الله المحرم من عام 46 و400 وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية، نبدأ الدروس في تفسير القرآن الكريم من خلال تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله. على بركة الله نقرأ الآية 11 من سورة المجادلة وما ذكره المصنف رحمه الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. قال المصنف رحمه الله: هذا أدب من الله لعباده إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم، واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في المجلس، فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود، وليس ذلك بضار للفاسح شيئا، فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه، والجزاء من جنس العمل، فإن من فسح لأخيه فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. وإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض، فانشزوا أي فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة، فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم به من العلم والإيمان، والله بما تعملون خبير، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. بارك الله فيك. هذه الآية 11 من سورة المجادلة، ما مناسبة الآية لما قبلها، وما سبب نزولها، وما بيان مفرداتها وألفاظها وتفسيرها، وما هي المسائل والأحكام المتعلقة بها، وأيضا أوجه الإعراب والقراءات، ثم الهدايات من الآيات. أولا المناسبة،
الآية التي قبل هذه كانت في وجوب التناجي بالبر والتقوى والنهي عن التناجي بالإثم والعدوان، فجاءت هذه الآية أمرا للمؤمنين بعدما نهوا عما يكون سببا في التباغض والتفرق بينهم من التناجي بالإثم والعدوان، أمرهم بأسباب الاتفاق والتواد بين المؤمنين، ومن ذلك التوسعة في المجالس. الإسلام ربى أتباعه على الأخلاق القويمة والآداب العظيمة، وحذرهم مما يخالف ذلك، فكان في الآية السابقة نهي عن أمر محرم وهو التناجي بالإثم والعدوان، فناسب أن يكون بعده ما يحض على التواد والمحبة والرحمة والتوافق بين المؤمنين، وذلك بأن يوطئ الإنسان كنفه لأخيه المسلم، فإذا كان في مجلس يوسع له، وإذا وفد إنسان إلى المجلس والمجلس ضيق فإنه يستحب التوسعة له. بل وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يقوم من المجلس وأن يرتفع وأن ينشز وينصرف من هذا المجلس، فإن عليه أن يسمع ويطيع إذا طلب منه ذلك. ومن يفعل ذلك إلا أهل الإيمان وأهل العلم، ولهذا جاء الربط بالإيمان والعلم بهذا الأدب العظيم. إذن هذه مناسبة الآية، لما حذر في الآية السابقة أمر في الآية التي معنا فيما فيه التوافق والتواد والرحمة وإظهار الأخوة بين المسلمين من التوسعة في المجالس، والناس بحاجة إلى هذا الأدب، سواء كانوا في مجالس العلم أو حتى في الصلاة أو في الصف الأول أو في مجالس الصفوف للحرب والجهاد في سبيل الله. الحاصل أن الإنسان الذي وهبه الله الخلق القويم والأدب العظيم يكون متسما بهذه السمة، وهي التوسعة لإخوانه في المجالس وعدم مضايقته لهم أو عدم اكتراثه بحالهم، يكون ذلك من عدم التزامه الآداب الشرعية. هذه مناسبة الآية لما قبلها. وما مناسبة المجيء بالعلم في آيات التفسح في المجالس؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من أهم الأدلة على أهمية طلب العلم، فما مناسبة كونها في ثنايا آيات التوسعة في المجالس؟ الجواب أنه لما كان الأدب والخلق القويم وما يقرب إلى الله عز وجل ويرفع في درجات المؤمنين لا يكون إلا بالعلم، ناسب أن يذكر ذلك في هذه الآيات وهذه الآداب وهذا السياق، ليبين أن من يتسم بالتفسح في المجالس لإخوانه أنه أوتي من العلم والإيمان والأدب ما يتقرب به إلى الله. والذي لا يلتزم هذا الأدب إنما يؤتى من قبل عدم علمه وجهله بالآداب الشرعية. هذه مناسبة وجوب العلم وأهمية العلم في ثنايا آيات الأدب في التفسح في المجالس. وترى هذا نهج القرآن، كثير من الآيات، مثلا في آيات الطلاق في سورة البقرة
جاء في ثناياها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما مناسبة الأمر بالمحافظة على الصلوات في خضم وثنايا آيات الطلاق؟ نعم، لأن الصلاة معراج الروح إلى الله عز وجل، والأدب معه والتوجه إليه. وقد يكون الطلاق نوعا مما يصيب الإنسان بالهم والحزن والقلق، فيلجأ إلى الله عز وجل بالصلاة ليريحه بهذه الصلاة مما أهمه من أمر الفراق. إذن هذه من لطائف القرآن الكريم أنه تأتي في ثنايا بعض الأحكام آيات قد لا يظهر مناسبتها لأول وهلة، لكن من يتأملها يجد الحكمة في إيرادها في ثنايا هذه الآيات المتعلقة بتلك الأحكام. ما سبب نزول آية يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس؟ أخرج الإمام ابن جرير رحمه الله عن قتادة قال: كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلا ليجلس معهم ظنوا في مجالسهم، يعني بقوا، لأن كل واحد من الصحابة يريد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يحافظ على مكانه، فقد يأتي أحد وجيه أو عالم أو له مكانة، فمن الأدب أن يوسع له صغار الناس أو عوام الناس، يوسع لمن هو أعلم منهم أو لمن له مكانة ووجاهة. فإذا لما كان بعض الصحابة يظن، يعني يحرص على مجلسه لا يتحرك منه مهما جاء من جاء، وحصل أيضا بعض المواقف التي كان فيها حرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمروا بالتوسع والتفسح في مجالسهم لمن يقدم أيا كان. فكيف إذا كان عالما أو وجيها أو له مكانة في المجتمع؟ وذلك من تأليف قلوب الناس، لأن للناس منازل ولهم مكانة ومكان. فبعض الناس قد يظن بالمجلس وفيه من هو أفضل منه، فأمروا حينما يأتي أحد أو حينما تكون في حاجة إلى التوسع والتفسح أن يتفسحوا. وكذلك عند مجالس العلم، في القتال، في الصف الأول في الصلاة، في الأماكن التي فيها حرص من بعض الناس على أن يكونوا في صفوفهم الأولى وفي أماكنهم، ومع ذلك فإنه ينبغي لهم أن يتأدبوا بآداب القرآن من التفسح في المجالس. وأيضا مما ذكر في سبب النزول أن هذه الآية نزلت في ثابت بن قيس لما جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الصفة يوم الجمعة، وفي المكان ضيق، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. فجاءه ثابت بن قيس وأناس من وجهاء قريش، وقد سبق الصحابة إلى هذه المجالس فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: السلام عليك يا رسول الله، ولم يجدوا لهم مكانا في مجلسه فظلوا واقفين، فنزلت هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يفسحوا لثابت بن قيس ومن معه من الوجهاء ليجلسوا ليتألف قلوبهم
وهذا من الآداب التي يحصل التحلي بها من المؤمنين. ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم هي القدوة في هذا المجال، أخرج ذلك الإمام ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان. هذا ما قيل في سبب النزول. طيب، ألا يشكل على هذا القاعدة المعروفة أن الإيثار في القرب مكروه؟ ذكر ذلك الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، وهو من القواعد عند الشافعية وعليها مذهب جمهور أهل العلم. يعني الإيثار في القرب، يعني اللي صار الإنسان في الصف الأول يتمسك في الصف الأول أو على يمين الصف أو جاي في أول الحلقة، فمن حقه أن يستأثر في مكانه مهما قدم من قدم. فيقال الجواب على ذلك أن في هذا تفصيلا بالنظر إلى القادم وبالنظر إلى المجلس، فإن كان المجلس ضيقا يحتاج أن يوسع الناس فيه فإنه يستحب للإنسان أن يوسع لإخوانه حتى ينالهم نصيب من أجر هذه القرب، وهو مأجور على هذا إن شاء الله. وكذلك لو أتى عالم أو إمام أو وجيه يريد أن يصلي في الصف الأول فلا بأس بالتوسعة له من باب الأدب معه ومن باب إنزال الناس منازلهم، فلا تنافي إن شاء الله، لأن هذا الإنسان الذي يؤثر إخوانه له حظ من الأجر وأجره باق. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهم يؤثرون في أمور القرب والعبادات والخير والصدقة والإنفاق في سبيل الله عز وجل. ومنه أيضا التوسعة عندما يأتي الإنسان لمائدة الطعام ويكون في كثرة من الناس، فلا يناسب أن يجلس متربعا متبخترا والناس متضايقون، بل يجلس لو على جنبه أو يمد يده يتوسع لإخوانه. وقد قيل في الآداب أن الناس، أن سم الخياط مع الأحبة ميدان، لأن السعة في القلوب وفي الأخلاق وليست في مجرد المجلس أو الأجساد. وهذه من مواقف الأدب والمروءة والأخلاق والشهامة التي يغفل عنها بعض الناس، لا سيما حينما يأتي من أهل الفضل والعلم والمكانة، فينبغي أن يوسع له في المجلس أيا كان هذا المجلس، مجلس علم، مجلس القيام مثلا للصلاة، مجلس الحرب، مجلس الجهاد، المجالس العامة في الأفراح، في الولائم، في الأعراس، في المناسبات. يا أيها الذين آمنوا، جاء النداء للمؤمنين، وعرفنا دائما أنه إذا جاء النداء للمؤمنين بصيغة الياء أن ذلك وراءه أمر مهم من المنادي، وأن المنادى ينبغي أن يخضع للنداء الذي يأتي بعد أداة النداء وهي الياء، لا سيما إذا ذكر شرف أهل الإيمان. والإيمان هنا والمؤمنون هم المؤمنون الصادقون المخلصون المتحلون بصفات أهل الإيمان، وليس المؤمنين الذين يقصرون في الآداب وفي الأخلاق التي أمر بها الإسلام. إذن الأمر بالإيمان: ليكن الإيمان دافعا لكم في التحلي بهذا الخلق القويم وهو التفسح في المجالس. إذا قيل لكم، إذا شرطية
قيل لكم من أي قائل؟ ويعظم حينما يكون القائل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يكون مقامه عظيما كولي الأمر، كالأب، كالمعلم والأستاذ، بل لو يقول لك أخوك المسلم لو سمح تفسح لي افسح لي، بل لا ينبغي أن يقول، ينبغي أن تبادر أنت إذا رأيت مقبلا أن تفسح له في المجلس. فكيف إذا قيل لك والذي يقال له ولا يلتزم؟ فإنه يعد مخالفا، إما مخالفا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو مخالفا لمن يأمر وله حق الأمر كالوالد وولي الأمر والأستاذ، أو حتى حق المسلم مع أخيه المسلم إذا أمره أن يفسح له فإن عليه أن يطيعه في هذا، وهذا من الخلق القوي. إذن إذا قيل لكم أيا كان القائل، ويختلف الأمر باختلاف القائل، فمن من القائلين من يلزم طاعته والسمع له، وأيضا حتى لو كان من أحاد المسلمين وعوامهم فإن من حق الأخوة أن تهش له وتبش به وتفسح له في المجلس، وهذا من الأخلاق العظيمة. إذا قيل لكم تفسحوا، من الفسحة وهي السعة والتوسع في المجلس. إذا قيل لكم تفسحوا يعني توسعوا، توسعوا في المجالس، المجالس أماكن الجلوس، عموم الأماكن يدخل فيها مجالس العلم والمجالس العامة، وكذلك المجلس للصلاة والمجلس للحرب والقتال وغير ذلك. في المجالس جار ومجرور متعلق بالفعل تفسحوا. الجواب فافسحوا، إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا، هذا الجواب، يعني يجب، وهنا جاء الأمر بالتفسح والتوسع، أي فوسعوا وأنتم جالسون، وأنتم جالسون، لأن التوسع والإنسان جالس سيجد القادم فرجة ليجلس فيها، ومنه التفسح والتوسع والتراص في الصفوف في الصلاة، لأن الإنسان قد يأتي والصف مكتملا فقد يتراص المصلون، أو يحرص أن ينبههم على أن يتقاربوا فيتقاربوا فيجد له مكانا في الصف. فافسحوا، فوسعوا وأنتم جالسون. طيب إن لم يتفسح المجلس وأنت جالس، فإن قمت حرصا على الأدب مع أخيك، لا سيما إذا كان القادم له مكانة، كحديث ثابت بن قيس أو ما يقاس عليه من الوجهاء والعلماء والأمراء ومن لهم مكانة، فهذا أيضا من الأدب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ثابت بن قيس ولم يجد مكانا وظل ومن معه واقفين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بعض الصحابة لهم، وهم في هذا مأجورون وعلى خير، وقد كتب أجرهم وحصل لهم أجر البقاء في المجلس، لا سيما إذا كان مجلس علم. إذن الأمر في فافسحوا للوجوب، الأمر للوجوب، يقال افسع عني أي توسع، وسع لي وتنحى وتباعد عني لأجد مكانا أجلس فيه أو أجلس فيه. يفسح الله لكم، هذا الأثر والنتيجة إذا
قيل لكم تفسحوا في المجالس، فافسحوا النتيجة والأجر يفسح الله لكم. إذن هذا الجواب، هذا السياق فيه عمل وفيه جزاء وفيه شرط وفيه فعل وفيه جواب. إذا أداة الشرط تفسحوا فعله، فافسحوا جوابه يفسح الله لكم أجره وجزاؤه. يفسح الله لكم، يفسح الله سبحانه لكم، أين؟ في مجلس أنتم أحوج ما تكونون في الجنة. يفسح الله لكم في جنات النعيم، أو في كل ما تريدون التفسح فيه والسعة من الرزق، من العلم، من سعة الصدر، من سعة القبر، وغير ذلك من الجزاءات التي يفسح الله بها لعباده الذين يتفسحون في المجالس من خيري الدنيا والآخرة. إذن لربما يكون في نفس المتفسح والمتوسع شيء من الضيق والمضايقة له من أخيه، لكن ما من علم الجزاء والأجر في الجنة، التوسع له والسعة والفساحة له في الرزق وفي الصدر وفي القبر وفي الجنة، هان له أو عنده أن يفسح لإخوانه ولو صار أصابه شيء من الضيق في هذا المجلس والتفسع. فإذا أمرهم الله بحسن الأدب مع بعضهم بعضا، بالتوسع في المجلس وعدم التضايق فيه. وكما قلنا الآية عامة، وإن كان السبب خاصا في نزولها في بعض الصحابة الذين لم يفسحوا أو لم يقوموا من مجلسهم، لما قام من يستحق أن يقام له لعلمه وفضله ومكانته. إذن الآية عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر، سواء في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يتزاحمون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام قربا منه وحرصا من الدنو منه، فأمروا بهذا الأدب وأجروا عليه بالسعة في الجنة والسعة في الرزق والسعة في الصدر والسعة في القبر، لأنهم كانوا يحرصون على استماع كلامه. وحتى في مجالس الحرب إذا اصطفوا للقتال كانوا يتشاحون على الصف الأول ليثبتوا بسالتهم وشجاعتهم في النكاية بالعدو، وكذا في الصف الأول في الصلاة، فلا يوسع بعضهم بعضا ويأتي الرجل للصف ويقول تفسحوا، ويأبون لحرصهم على الشهادة أو مجلس الذكر أو مجلس يوم الجمعة أو أي مجلس من مجالس الخير. وإن كان الإنسان أحق بمجلسه، لكن التوسعة لأخيه مندوب إليها، وقال بعض أهل العلم بوجوبها لما يحصل في ذلك من الأدب والخروج من الضيق في الموضع. ولهذا جاء الأدب أيضا أن يكون المتفسح له مراعيا للأدب مع المتفسح، يقول لا لا يا أخي اجلس، أنا أجد مكانا. ولهذا نهي أن يقام الإنسان من مجلسه ليجلس فيه غيره، لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وهذه من الآداب التي ينبغي أن تشمل الداخل القادم ليتوسع له، وهذا القادم بعد ينبغي أن يراعي إخوانه الذين سبقوه إلى المجلس
فيبقيهم في مجلسهم ولكن يتوسعون ويتفسحون. إذا قيل لكم تفسحوا، تفسحوا، هذه قراءة الجمهور. وقرأ داود بن أبي هند وقتادة وعيسى إذا قيل لكم تفاسحوا. إذن قراءتان، تفسحوا وتفاسحوا، وقراءة الجمهور تفسحوا. في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، قرأ الجمهور إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس بصيغة الإفراد. وقرأ السلمي وزر بن حبيش وعاصم في المجالس على الجمع، وهي قراءة حفص إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. وقرئ في المجلس بكسر اللام، وقرئ في المجالس لأن كل واحد منهم له مجلس، في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بيته أو في مسجده، فأصبحت على الجمع في المجالس. وقرئ في المجلس بفتح اللام. ما الفرق بين المجلس والمجلس؟ المجلس واحد مجالس وهو المكان، وأما المجلس فهي صفة الجلوس، يعني لا يتربع يأخذ مكان اثنين ولا ثلاثة، يجلس جلسته للتشهد مثلا، أو يجلس ينصب اليمنى ويفترش اليسرى، أو نحو ذلك من الجلسات الخفيفة، وليست الجلسات الكبيرة والكثيفة والتي تأخذ مكانا واسعا. إذن المجلس هو صفة الجلوس، أي توسعوا في جلوسكم، طريقة جلوسكم. يعني يجي مثلا شخص وأنت متربع تتعدل جلسة الصلاة مثلا تشهد حتى توسع لأخيك، هنا يفسح الله لك. ولا تتضايقوا في المجلس، يعني في صفة الجلوس. إذن ثلاث قراءات في المجالس على سبيل الجمع، وفي المجلس، وفي المجلس، ثلاث قراءات، وعرفنا توجيهها. المعنى الإجمالي: يا أيها الذين آمنوا بالله وصدقوا برسوله إذا قيل لكم تفسحوا، توسعوا في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي من المجالس، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو في مجالس الصلاة أو في مجالس القتال، فتوسعوا وافسحوا، يفسح الله لكم في منازلكم في الجنة، أو في قبوركم، أو في صدوركم، أو في أرزاقكم، أو في خيري الدنيا والآخرة. وهذه كلها أقوال للمفسرين رحمهم الله في معاني التفسح في المجالس وجزاؤه. وبهذا عرفنا سبب النزول ومناسبة الآية، وأيضا المفردات والقراءات وتوجيهها والمعنى الإجمالي. وعرفنا أيضا أن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم أحدا من المجلس عند أمره عليه الصلاة والسلام، كما في حديث قدوم ثابت بن قيس وهو من الوجهاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة: قم يا فلان، قم يا فلان، فأقام بعض الصحابة، فشق ذلك عليهم وعرفت الكراهة في وجوههم،
وطعن المنافقون في هذا الأمر وقالوا إن محمدا لم يعدل بين صحابته، فنزلت هذه الآية: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا قيل لكم أيها المؤمنون، سواء كان القائل لكم الرسول عليه الصلاة والسلام أو من تلزم طاعته من ولي الأمر أو من الأب أو من الأستاذ أو غيرهم، إذا قيل لكم انشزوا، أن النشز من النشوز وهو الارتفاع، ومنه نشوز المرأة إذا رفعت صوتها على زوجها ولم تسمع له، أو رفعت مكانها ونفسها على مقام زوجها. والنشز المكان المرتفع من الأرض، ومنه النشاز. وإذا قيل انشزوا، يعني من نشز الرجل إذا قام ونهض وارتفع في المكان. أي وإذا قيل لكم قوموا للتوسعة على المقبلين، أي على من جاء بعدكم، فانشزوا أي ارتفعوا وقوموا، يعني إذا كثرت المزاحمة وضاق المكان وكان القادم له مكانة. ولهذا دائما يستحب للرجل أن يكون خفيف الظل، ما يكون ثقيلا، ولهذا عيب الرجل الثقيل في المجالس، إذا جلس ما قام، وإذا جلس على مائدة لم يقم، وإذا جلس في مجلس لم يقم، ويأتي الناس زرافات ووحدان وجالس في مكانه. هذه صفة ذميمة لا تليق بمن كان متأدبا بآداب الإسلام، لا سيما في المجالس العامة والمجالس اللي ارتادها الناس بكثرة. إذا قيل انشزوا فارتفعوا وقوموا، كذلك مثلا في أماكن الزحام، في مجالس العلم، في الولائم، في بعض المناسبات يكون زحام شديد، فيأتي الناس يريدون أن يشاركوا، فيقولون لبعض الناس الذين سبقوا: قوموا افسحوا المجال لإخوانكم. فينبغي أن يتفسحوا، وإن لزم الأمر أن يقوموا إذا كثرت المزاحمة وكانت بحيث لا تحصل التوسعة، ولا بد من التنحي والقيام والنشوز والنهوض والتنحي، فإن ذلك أيضا مندوب له، بل قد يجب عند الحاجة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وينتقلوا من مكان آخر. لأن بعض الناس من آداب المجالس، إذا أتيت للمجلس لا تجلس في صدر المجلس، إذا أتيت للمجلس من آداب المجالس فلا يجلس الإنسان أيا كان في صدر المجلس، ليضع صدر المجلس لمن هو أكبر أسن أعلم أوجه من ذوي المكانة. أما أن يأتي العامة فيجلس في صدور المجالس، من يجلس في صدورها إذا جلس العامة؟ ومن يزاحم في المجالس إذا العامة زاحموا فيها؟ أين يجلس أهل العلم والفضل والمكانة؟ فينبغي أن يراعى هذا في الأدب في مجالس المسلمين، لأن للمجالس آدابا. وكذلك من الآداب أن لا ينشغل عن المجالس كما ينشغل بعض الناس اليوم في جواله في هاتفه المحمول. الأداء المجالس لها آداب، لا سيما مجالس العلم ومجالس أهل الفضل، أو يجلس عند أبويه ويعبث في جواله، هذا ليس من الأدب، وهذا نوع من الحقيقة الانشغال الذي لا ينبغي للجالس في حضرة
من له التقدير والإكرام. ويؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم أهل بدر، فجاءت جماعة من الوجهاء والكبراء منهم ثابت بن قيس فلم يوسعوا لهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام والنهوض ليوسعوا المجلس ولا يملوا من ذلك ولا يتضايقوا من ذلك، فإنهم مأجورون بهذا العمل بالتوسعة في الجنة والرزق والصدر والقبر وما إلى ذلك مما يحتاجون فيه إلى التوسعة الحقيقية. وإذا قيل لكم انشزوا انهضوا إلى الصلاة إلى الجهاد إلى الشهادة إلى أعمال الخير فانهضوا ولا تفرطوا، والقائل يعم الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره. إذا قيل انشزوا قوموا إلى الصلاة قوموا إلى العلم قوموا إلى الخير فانهضوا لا تتثاقلوا لا تتباطؤوا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والظاهر أن الآية على عمومها، والأصل من القواعد في أصول التفسير وفي أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو الراجح في هذه المسألة. نعم، إذا قيل انشزوا قرأ الجمهور بضم الشين، أبو جعفر وشيبة والأعرج وابن عامر ونافع وحفص عن عاصم بضم الشين. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وقرأ الحسن والأعمش وطلحة وباقي السبعة انشزوا بكسر الشين، وإذا قيل انشزوا فانشزوا بكسرهما في الموضعين وهما بمعنى واحد. النتيجة يرفع الله الذين آمنوا منكم. الذين امتثلوا هذا الأدب هم المؤمنون، بل وهم العلماء، ومن رفعه الله بالعلم. لما ارتفعوا وقاموا ونشزوا ووسعوا وتفسحوا لإخوانهم رفعهم الله بالعلم والإيمان لتحليهم بهذا الأدب درجات، درجات في الدنيا ودرجات في الجنة ودرجات في الخير من خيري الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم أيها المؤمنون بامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا بتوفير نصيبهم فيها، وهو جواب الأمر. يرفع الله إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله. هذا الجواب جواب الأمر، أي من فعل ذلك طاعة للأمر وتوسعة لإخوانه المسلمين يرفعهم الله تعالى بالأجر والنصر وحسن الذكر في الدنيا والإيواء إلى غرف الجنان في الآخرة، لأن من تواضع وتفسح رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. فالمراد الرفعة المطلقة الشاملة للرفعة الصورية الدنيوية والمعنوية. وقوله يرفع الله، الواو في يرفع الله يرفع الله، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله بدون واو، يرفع الله جواب مباشر. الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والجواب يرفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم ويرفع الله الذين أوتوا العلم درجات، معطوف على الذين في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن عطف الخاص على العام للدلالة على مكانة أهل العلم وسمو شأنهم ومكانتهم، حتى لكأنهم جنس آخر وإلا هم داخلون في عموم المؤمنين، لكن أفرد العلماء لمكانتهم، وأن الدافع للتحلي بهذا الأدب إنما هو التحلي بالعلم، ولهذا الذي لا يقوم من جهله، لأنه يترك الأجر الذي هو أعظم من القيام، لأن الجزاء من جنس العمل. يفسح الله الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات أي طبقات، طبقات عالية ومراتب مرتفعة بسبب ما جمعوا من العلم والإيمان والأدب، وهو التحلي بهذا الخلق العظيم. فهم قد عملوا بما علموا، وش الفائدة أن يعلم الإنسان أهمية التفسح في المجالس وأن له وأن لصاحبه الأجر العظيم، ولا يتفسح في المجلس، لا يلتزم بهذا الأدب وبهذا العلم، إذن لم يعمل به فلا ينفعه علمه، وأيضا قد يخسر الأجر والثواب العظيم، لأن العلم من شأنه أن يتبع بالعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا الذي يتفسح هو العالم وهو المؤمن، والذي لا يتفسح هو الجاهل أو هو المؤمن لكنه المقصر في أخلاقه والتزامه بالآداب الإسلامية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تم الكلام في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم الاستئناف والذين أوتوا العلم درجات، أي يعني يرفعهم، فينتصب الذين أوتوا العلم بفعل مضمر تقديره يرفعهم درجات. وانتصاب درجات، انتصاب درجات يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إعرابها فيه أربعة أوجه: أنه تمييز، وأنه حال، وأنه على إسقاط الجار، أو على المصدرية. هذه أربعة أوجه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الأوجه الأربعة في انتصاب، يعني قوله لفظ الدرجات على النصب، إما على إسقاط الجار أو الخافض، أي يرفعهم إلى درجات، أو على المصدرية يرفعهم رفع درجات فحذف المضاف، أو على الحالية من الذين، أي ذوي درجات، أو على التمييز. هذه أربعة أوجه في إعراب درجات. والخلاصة أنكم أيها المؤمنون إذا فسح أحدكم لأخيه، إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج، فلا يظنن أن ذلك نقص في حقه، بل هو رفعة وزيادة قربى عند ربه، والله تعالى لا يضيع ذلك، بل يجزي به في الدنيا والآخرة. فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره.
ويعلم من الآية سر تقدم العالم على غيره في المجالس. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أيضا حتى يرفعهم في المجالس. إذا جلس العالم، إذا جاء العالم القاضي المفتي الإمام، فإن الناس كلها تقوم له وتصدره في المجالس. وهذا من مكانة العلم والعلماء في المجالس والمحاضر، لأن الله تعالى قدمهم وأعلاهم حيث جعل درجاتهم عالية في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهذه الآية فيها فضيلة العلم وأنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. الجاهل ليس له مكانة، إن مات فهو ليس مفقود، وإن وجد في الناس فهو ليس بمعدود. ولهذا العلم يا طلاب العلم، والحرص على مجالس العلم وعلى حفظ الوقت وعلى التحلي بآداب العلم. ومن الآيات في ذلك قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقل رب زدني علما. لم يأمر الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأله مالا أو يسأله دنيا، وإن أن يزداد من الدنيا أو من المال، وإنما زدني علما، لأن العلم طريق إلى المال. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الشرع بون ستعرفه إذا طه قرأت. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قرن شهادة العلماء بالملائكة وبشهادته سبحانه في التوحيد. وكذلك قوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والآيات في فضل العلم والأحاديث كثيرة، وعرفنا كيف دخلت آية العلم في آية التفسح في المجالس، وأنه بسبب العلم، ولولا أن الإنسان عالم أو متعلم ما حصل له القيام بهذا العمل الجليل وهو التفسح في المجالس. هداية الآيات، أو ختمت الآيات ب: والله بما تعملون خبير. والله سبحانه بما تعملون، أي بعملكم الذي تعملونه خبير، أي عالم ببواطنه كظواهره، لا يخفى عليه شيء منه، لا في ذات العمل سواء في جنسه أو نوعه، ولا في كيفيته إخلاصا أو نفاقا أو رياء أو سمعة، ولا في كميته قلة أو كثرة. يعني هذه ثلاثة مراتب في الأعمال: ذات الأعمال من جنسها ونوعها، ولاحظ التفسح في المجالس كنوع من العمل لا يخفى عليه شيء سبحانه، كما لا يخفى عليه كيفيته، أنك تفسحت بإخلاص وصدق وإيمان وعلم، أو تفسحت بتبرم وتضايق. وهنا فرق بين المؤمن وغيره. ولهذا جاءت: والله بما تعملون خبير، أي أحسنوا النية وأخلصوا بدون نفاق أو رياء أو سمعة. المرتبة الثالثة: الكمية في التفسح في المجلس، في الصفة، من مثلا التربع إلى الجلوس
جلسة التشهد أو القيام أو نحو ذلك، كله بأجر وثواب عند الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. فهو الخبير بتفسحكم ونشازكم ونيتكم فيهما. والعبرة بعموم اللفظ، بكل عمل خبير بما تعملون في ذاته، في ذات العمل، في كيفيته، في كميته، لا تخفى عليه خافية سبحانه، بما تعملون خبير. من التفسح والطاعة وطلب العلم والإيمان، فالله تعالى خبير بأعمالكم، لا يخفى عليه المطيع منكم من العاصي، وهو مجازيكم جميعا بأعمالكم، فالمحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أو بما هو أهله أو يعفو الله عنه. هداية الآية: إذا قيل لكم تفسحوا، الخطاب للصحابة وللمؤمنين، فدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأيضا المؤمنون من بعدهم كانوا يتنافسون في المجالس في القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا القرب من العالم، القرب من الإمام في صلاة الجمعة في الصف الأول، القرب في مثلا من القائد في الجهاد أو نحو ذلك. كل الإنسان كلما كان قريبا لا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالقرب فيه معنى الفضيلة، وفيه أن الصحابة كانوا يتنافسون في القرب والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ثانيا، الندب إلى فضيلة التوسع والتفسح في المجالس عامة أو مجالس العلم والتذكير، وعدم التضام فيها متى ما وجد إلى ذلك سبيلا، لأن ذلك يدخل المحبة في القلوب والاشتراك في سماع أحكام الدين. ثالثا، يلا استنبطوا، مكانة العلماء. مكانة العلماء، أحسنت، بل مكانة العلم أولا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أن كل من وسع على عباد الله أيضا وسع الله عليه، وكل من تفسح لهم فسح الله له في الجنة، بل حتى في أجله ونسأ له في عمره وأثره. فلا تظن أن الأمر سهل، لأنه يترتب عليه ثواب عظيم، وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة. مكانة العلم والعلماء أن الله رفعهم درجات في الدنيا وفي الآخرة. إيش بعد؟ يلا استنبطوا. الندب والترغيب في القيام بأعمال الخير، ومنها التفسح ويقاس عليه غيره، وأداء الواجبات، وأن المؤمن إذا دعي لأي عمل خير أو نهي عن أي عمل من الشر فإنه يبادر للامتثال أداء للمأمور وتركا للمحظور. فضل الإيمان: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. إثبات علم الله عز وجل، وأنه الخبير بكل أعمال العباد وبنياتهم وبذات أعمالهم وكيفياتها وأجناسها وصفاتها وأجورها.
وفي هذا أيضا دليل على أهمية هذا التذييل للآية، بل والعبرة بعموم اللفظ. في كل عمل تعمله الله يعلم نيتك ويعلم عملك ويعلم جل وعلا قصدك، فأحسن النية وأحسن العمل وأحسن العلم وراقب الله عز وجل فيما تأتي وما تذر. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية حائزة عن الخيرات والبركات، سالمة من الشرور والآفات، وسائر بلاد المسلمين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن ينصرهم في فلسطين وفي غزة، وأن يحفظ المسجد الأقصى من المعتدين ومن الصهاينة الغاشمين، وأن ينصر أولياءه وأن يكبت أعداءه، إنه قوي عزيز. كما نسأله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم على ما يقدمون للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يحفظ أمننا وأمن بلاد المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ الأمن والاستقرار والسلام بمنه وكرمه، وأن يوفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا، وأن ينصرهم وأن يشفي مرضاهم ويعافي جرحاهم ويردهم سالمين غانمين، وأن يبسط الخير للمسلمين في كل مكان، وأن يتقبل من المعتمرين والزائرين عمرتهم وزيارتهم، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.